نحن وقوف ونحن وقوف نبدأ هذا الحفل بالصلاة من جناب القس سمير فؤاد مدير كلية لاهوت الإيمان. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. نشكرك يا رب لأننا بك نحيا ونتحرك ونوجد. نعظمك يا رب لأنك أنت سيد كل الأرض، لك المسكونة والساكنون فيها. نشكرك يا رب لأجل كل ما يحدث في أرض مصر في هذه الأيام. نحن نثق يا رب أن كل شيء هو تحت سلطانك، ولا يخرج يا رب شيء بدون إذنك. نحن نصلي يا رب أنك تتمم وعدك لنا بالبركة، إذ قلت مبارك شعبي مصر. نحن ننتظر يا رب أن تبارك شعبك في هذه الأرض الغالية على قلوبنا جميعا. ننتظر يا رب أنك تحقق هذا الوعد بالبركة. نصلي يا رب أنك تذكر هذه الفترة يا رب الحرجة من تاريخنا يا سيدنا الرب، ونطلب أن تعطي الحكمة وتعطي يا رب القيادة لمن لهم الأمر، وتعطينا يا رب أن نكون متوحدين جميعا ويد واحدة لنعمل يا رب ضد كل تخريب، ونقف يا رب يد واحدة في صف واحد لنحقق طموحات شبابنا، ونحقق يا رب ما أمرتنا به أن نعمله، وأن نكون يا رب مواطنون صالحين لهذا البلد الغالي على قلوبنا. نصلي يا رب أنك تبارك هذا الاحتفال، بارك يا رب كل فقرة من فقراته، وأذكرنا يا رب جميعا في مراحمك، لأنك إلهنا وأبونا، خلقنا ورعينا، ونحن نثق في صلاحك، لأن لك الملك والمجد والسجود والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضلوا. تعالوا نبدأ الاحتفال بتاعنا اللي بيعقد في لحظات فارقة في تاريخ مصر، لحظات فيها تحول جذري، لحظات فيها كل منا عنده أمل ورجاء لتحقيق طموحات حقيقية مشروعة. عشان كده عايزين نبدأ الاحتفال بتاعنا بالترنيم مع فريق الترنيم. هتلاقوا الكلمات معروضة على الشاشة، لو تقروها معانا واللي يعرف الترنيمات وهذه الأناشيد يرنم مع فريق الترنيم. Yeah.
جدول مياه حيث ما يشاء الله يميله. كل الأمور في العالم في إيده سلطان مين؟ الله. مين عنده الإيمان ده؟ تعالوا نمدح ربنا وإحنا بنتكلم عن سلطانه وقدرته. تعالوا مع بعض. لان فيها هتاف. رحتوا ميدان التحرير؟ شوف كانوا بيهتفوا ازاي. بس احنا هنهتف هتاف لربنا وهنقول الرب هو الله، هو اللي قاد الاحداث، هو وراء الاحداث، هو اللي عمل كل ده. ربنا صح ولا مش صح؟ فعشان كده خلونا واحنا بنشاور عليه الفضل يرجع ليك الاول والاخير يمين يا ربنا. يلا مع بعض نهتف بالكلمات دي، الرب هو الله، هو صنعنا. حتى لو مش عارف ممكن تقدر تقراها قراية معاه كلنا، واللي بره في الشارع الناحية دي والناحية التانية، خلونا كلنا نقول الكلمات دي، الرب هو الله، هو صنعنا. هو صنعنا
باسمي إلهينا سنرفع الرايات ودي خلاصيه ستعلو الترنيمات باسمي إلهينا سنرفع الرايات ودي خلاصيه ستعلو الترنيمات الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه شخصيا أعلن سعادتي الغامرة لوجودنا جميعا مصريين في هذا المكان. مش هقدر أسقف لكم لوحدي فعايزين نسقف لبعض الحقيقة يعني. عجبني في الوقت اللي فات بعض الناس اللي قالوا مش عايزين نقول تاني مسلم ومسيحي، عايزين نقول إيه؟ ايد واحده، مش كده برضو؟ احنا عايزين نحيي مصر تحيه كبيره مره تاني. كلمه الان مع جناب الدكتور القس سعيد ابراهيم راعي هذه الكنيسه ورئيس مجمع كنائس الايمان بجمهوريه مصر العربيه، فليتفضل. ما تاخدش